حياة الفهد ممثلة كويتية قديرة استطاعت أن تأسر القلوب بعفويتها الصادقة وأدائها الرفيع. قدمت طوال مسيرتها مجموعة من الأعمال المهمة في التلفزيون والمسرح، أهم أعمالها عائلة بجسوم، الحدباء، حبابة، إلى أبي وأمي مع التحية، درس خصوصي، خالتي قماشة، رقي وسبيتشة والكثير. وفي المسرح قدمت ضاع الديج، بني صامت، حرم سعادة الوزير، باي باي عرب. مشاهدينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامج سيرة ذاتية. هم تركوا أثراً، أحدثوا فرقاً وصنعوا سيرة. رحبوا معي بالفنانة القديرة صاحبة التجارب الكبيرة سواء في المسرح أو في السينما أو في التلفزيون، الفنانة القديرة حياة الفهد. حياك الله. الله يحييك. منورة أول شيء. الله يخليك. الله يسلمك. احنا دائماً في بداية البرنامج نسأل ضيوفنا عن طفولة. هل كنت أنت طفلة كثيرة الحركة، طفلة شقية، ولا كنت طفلة هادئة؟ لا، طفلة عنيدة. عنيدة. والعند ظني ظل لي اليوم ولا؟ عنيدة بالحق يعني. الحين أوكي. عنيدة بالحق، بس أول يعني كوني وايد المقربة من أمي، فكنت أدلع وايد وكلامي يمشي ما يرد. أي فلما أبي شيء أصر عليه ولا أسكت إلا لما أحصل. يبولك يا يعني كنت إلى حد ما مشاكسة تقريبا يعني، رغم أن كان الإمكانيات ضعيفة جدا، لكن كانت الأم تضحي. نعم. وهذا طبيعة الأم يعني. نعم. الله يرحمه. الله يرحم مواتنا. الأيام الدراسة عادة نسأل ضيوفنا احنا، والطفل لا يحاسب على أفعاله. في لحظة كذي وانت متورطة في الامتحان مثلا، ممكن تطلين على ورقة زميلتك مثلا؟ لا والله أغمى علي. ها؟ يعني سؤال أغمى علي ما عرفته. وأغمى علي؟ أغمى علي والله. يعني من حلت لي الأمر بعده. ولا حللتش الإغماء؟ لا لا، يوم صحوني رشوني ماي، سقوني ماي، وقعدت حلت لي، جزاه الله خير. جميل. ما جربتي مرة ثانية في أي امتحان صعب ولا شيء أيضا تمثلين أنه يغمى عليك؟ لا لا لا، طبيعية كانت. كانت طبيعية. طبيعية. جميل. عندما كنت مراهقة فترة الشباب، شو كان الأسئلة اللي تثيرك؟ شو الأشياء اللي كانت تلفت انتباهك؟ الفترة هذه طبعا كل يا شاب أو مراهق كل شيء يلفت نظره وكل شيء يعجبه ويبي يجرب كل شيء وما يعرف الخوف، فمرات يتهور ويسوي أشياء غلط، خاصة في بداية السياق. يعني أنا كنت أول ما سقت قعدت أسوق يمكن سنة بدون ليسن، وأول ما أخذت الليسن دعمت نجدة. دعمتي؟ شرطة. شرطة. جميل. إيه؟ بس على الأقل كان عندك ليسن يعني. عندي. يعني لو قبل كانت مشكلة يمكن. إيه أكبر. طبعاً أكيد. وسكت يعني صغيرة مو كبيرة. المراهقة. يعني عادة إحنا عندنا مثلاً 18 سنة يعطونا الليسن. حتى إحنا. إيه. بس أنت كنت بديت السوقين قبل 18. إيه قبل. وايد اللي مثلي ساقوا قبل. ساقوا طبعاً. إيه؟ وصار الحادث. لأن ما كان في أول الأهالي ما كان في مجال يحطون سواق. نعم. عرفت. وأخوي مشغول. فأمي شرت لي سيارة صغيرة حتى أذكر اسمها دقيفيه ونصها من الخشب. جميلة صغيرة وزرقة والله أذكرها. كلاسيك. وبعدين إيه وبعدين اختفت هذه السيارة. ما عاد منها. والسيارة كنت تأخذينها ويعني ما في مرة فكرت أنك تسرقين السيارة وهم ما يدرون؟ لا لا، أنا أخوي كان يعلمني السياقة. فترة فراغة كان يعلمني السياقة. زين. وانا شاطره واحب اجرب كل شيء واحب اتعلم كل شيء، فلما علمني قمت اطلع وقت اللي هو مو موجود، اطلع يعني اروح جمعيه، اروح مكان اشتري، اضطرشني امي اجيب شيء. حتى الاعلام كنت اروح بالسياره. بالسياره. إيه؟ وانت ما عندك ليش انا وقت اول؟ لا. بعد سنه دعمت شرطه. شو قال ولد الشرطه؟ قال ودرت الناس كلها دعمتينا احنا. جميل. بهذه المواقف الجميله، اذا مشاهدي الكرام، فاصل قصير ومن بعده نعود. للذين يتابعونا للتو، نحييكم من جديد ونحن مع الفنانة القديرة حياة الفهد، اسم كبير كثير من البهجة والسرور من خلال مشاهدتنا المسلسلات والتجربة الجميلة. عندما فتحت الوالد بموضوع التمثيل ضربتش الوالد؟ اي
ضربات بإيدها ولا؟ لا بإيدها. بإيدها. أخوي لا بأشياء ثانية. لا وحكروني بالغرفة. على أساس أن هذا شيء كبير. لا مرفوض. والضرب يعني كان النساء في ذاك الوقت. صحيح. كانوا يلبسون العباء والبوشية ويداومون فيها. نعم. زين فشلون تطلع المسرح؟ صعبة. صعبة. فلا ما رضوا. لكن أنا قلت لك أنا نادي مصرة وضربت عن الأكل ما كليت. زين الإضراب عن الطعام كان يستحق وقتها هذيك الأيام كان أنك تضربين عن الطعام يعني أنت كنت تعين ما 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 ما, ما تفعلين؟ أكيد لا بس كنت أعشق السينما يعني أنا مدمنة. أروح سينما طول الأسبوع عندنا أربع سينمات اللي هي الشرقية حوالي الصيفي. أندلس أعتقد. والأندلس والحمرة. الحمرة نعم. زين هذيل لازم أمر عليهم. بالأسبوع نعم ما يصير ما أشوف صحيح فتشبعت يعني تشبعت من الأفلام ويا البيت أقلد تقلدينهم أقلد كل الشخصيات وإلى الآن موضوع التقليد موجود عندك؟ لا ما صرتي متحمسة لأن امتلأتي بالمسرح إيه خلاص شيء دخل يعني بداخلي أي صحيح زرع صحيح بدايتك الفنية كانت مع صقر شوت الله يرحمه بالمسرح المسرح ضحية بس البداية لا كانت مع عائلة بجسوم. عائلة بجسوم بالنسبة للتلفزيون. تلفزيون وإذاعة. وإذاعة وبالنسبة للمسرح مع صقر شوت. الله يرحمه صقر. الله يرحمهم كلهم منصور المنصور محمد المنصور. العائلة. مجموعة يعني. من الأدوار المهمة اللي مثلتيها وخاصة في بداياتك المبكرة دور الحدباء هذه الشخصية الجميلة اللي أديتيها باقتدار أنت تذكرين تفاصيل الشخصية هذه يعني ناس تسأل يعني كيف ما شاء الله أدت دور حدباء. إيه ودور بعد أكبر من عمري يعني وأكبر من عمرك إيه. لا هو كان يعني دور جميل جدا ورغم يعني ما في حكاية ما في حوار ما تكلم صامتة يعني أنا مثلت بصمت وحركة الحركة اللي هي العرجة عند الكاميرا حبيت أسويها قبل لا أدخل ما اشتغلت يا بروفات أصلا لا ما كانت موجودة بالنص أصلا فحطوا لي الحدبة قلت أكملها مرة واحدة حدبة وعرجة حدبة وعرجة عشان يكمل الرعب اللي فيها لأن الولد يخاف حلو إيه صحيح فكملتها وكانت شخصية جميلة يعني نعم أيضا في بداية كتبت الشعر والشعر هذه ذروة اللغة العربية في الشعر هو مو شعر أنا ما أعتبر نفسي شعر أنا أكتب كلمات مرتبة مثل خواطر حتى الكتاب اللي نزلته ما يسمى ديوان عرفت شلون ما أقدر أقول أنا شاعر لا يمكن أنا أكتب كلمات بدعوية مرتبة بس أكتب حلو. خواطر إيه أعشق الخواطر وايد عن كل حدث يصير أكتب خاطرة أكتب زهريات وزهريات تكتبين ورغم أنك ممكن يعني لك علاقة بالدراما وشوفتي أفلام كثيرة يمكن كنت كان المفروض تكتبين قصص مثلا أنا أكتب قصص إيه لا قصدي عن بداياتك المبكرة لا بدايات بالكتابة كانت تقريبا بالسبعينات زين كتبت للإذاعة وتحت اسم مستعار وفاء أحمد وفاء أحمد إيه فالله يرحمه منصور قال لي عملين بعدين قال لي لا راح أنزل اسمك قلت له مو حلوة يعني أنا أمثل بالعمل ويطلع اسمي قال لي لا عادي فأول عمل كتبته تقريبا الدردور إذا التلفزيون نعم للتلفزيون إيه بس إذاعة كتبت وايد نعم وتعتقدين الإذاعة صقلت تجربتك يعني ساهمت أكيد. في نجاح حياة الفهد أكيد. الاسم الكبير هذا حتى لما اشتغلت مذيعة بعد ما واشتغلتي مذيعة نعم بعد ما ابتعدت عن التمثيل اشتغلت مذيعة مدة 3 سنوات زادتني خبرة وزادتني علم وعلاقتك بالكاميرا أيضا أيضا قدمت ثنائي ناجح مع سعاد العبد الله خالتي قماش وكثير من المسلسلات الجميلة هذا وكنت ثنائي جميل أنت هذيك الأيام ما كان في مشعور بالغيرة مثلا حد يغار من حد ولا كانت مسائل سهلة وبسيطة لا غيرة محمودة مو مكروهة الغيرة اللي يعني تنتج فن اللي تفرز إبداع يعني انت حدة بعض هي بسوي كذي أنا بسوي أحسن منها وبحب وبحب وبشمرة وبضحك وأصدقاء وأصدقاء يعني الدليل أن تشوف كثير مشاهد سعاد عبد الله تضحك نعم. أنا أفاجئها بحركات فهي تضحك تتفاجأ وهي في لقاء قالت هالكلام أفاجئها بحركات أفاجئها بحوارات فكانت أيام جميلة جميلة من مسرحياتك المهمة أيضا بني صامت وضاعت ديش وكثير من مسرحيات اشتغلت مع كثير من المخرجين بني صامت حرم سعادة الوزير حرم سعادة الوزير وضاعت ديش عملت مسرح وايد وحرم سعادة الوزير كان من الأدوار المهمة أيضا في تجربتك وايد مهمة وكنت متألقة عن الحياة النيابية
عن الحياة النيابية. وايد جميل العمل وايد. عندما تمثلين بالفصحى، عارفة أنت ممثلة مسرح، والفصحى أحيانا تعمل تغريب عند الممثل والجمهور ما يتقبل مثل ما يتقبل بالعامية. لما تمثلين بالفصحى مثل ما بتمثلين بالعامية؟ لا، هو طبعا أكيد يختلف 100% يختلف، لكن إحنا كنا نقرأ قرآن وايد فنجيد الفصحى، عرفت؟ وفي معاي زملاء. شفتي أفلام أيضا في بداياتك المبكرة؟ إيه طبعا، بس اللي كان يساعدنا بعد الله يرحمه أستاذ علي المفيدي. علي المفيدي كان يساعدنا بالتشكيل بالإلقاء، لأن من السبعينات يعني خبرتنا كانت قليلة. قليلة صحيح. إيه، فكان يساعدنا وايد. وكانت أصل الإعلام تحط واحد يشكل اللغة العربية حق الفنانين كلهم. نعم. عرفت، يكلفون واحد من الأساتذة اللي معانا يقول لي يعطونا النصوص أنت تشكل وتوزع عليهم. يا سلام. اسمك في حياة، الحياة والأمل، هل للمرء بعض من اسمه؟ هل أنت العفوية اللي عندك جزء من هذا الاسم؟ والله في أشياء وايد جزء من الاسم، يعني أنا بطبيعتي أحب أكون مع الناس، أحب الناس تكون سعيدة. حلو. أحب أشاركهم همومهم. حلو. أحب أساعدهم، فهذا يكون جزء من اسمي أكيد. الحياة يعني لازم. أي طبعا، يعني قصدي هذا الحب الجارف في الوطن العربي، كل الناس تقول حياة الفهد هذه ممثلة جميلة جدا، نتيجة هذا حبك للحياة وهذه اللعبة. يمكن لأني بعد أنا بسيطة، يعني مكياجي بسيط، لبسي بسيط، ما أهتم بالبهرجة ولا أهتم لا بالماركات ولا يهمني الدور اللي يرضى عليه الشارع. حلو. مو فئة معينة، لا، اللي يرضى عليه الشارع عامة، من الفقير إلى الغني. حلو. فأحب، يمكن هذا اللي حببهم فيني، يعني مثلت في جرح الزمن المرأة القاسية، زين، المتجبرة، والناس حبوه، استغربت أنا، حبوه رغم أنه نقيض. نقيض، نعم. اللي بعدين انكسرت وتعاطفوا معاها. ومثلت طبعا بالفرية دور الزوجة المغلوبة على مرة، مغلوبة على مرة، والعاشقة ومحبة لزوجها. حلو. وأدوار، يعني يمكن الميزة الحلوة أني أنوع بأدواري، ما أخلي مش ممثل نمطي. نعم. ما أخلي حتى كتاباتي، لا يمكن تجد في كتاباتي عمل يشبه بعضه. شابهين صحيح؟ أبدا. صحيح. التلقائي والعفوية اللي عندك، هل مثلا حد في البيت عندكم مثلا أمك، جدتك، خالتك، حد منهم وكأنك أنت خذتي هذه منهم أو خذتي روحهم، روح الحكاية عندهم مثلا؟ ما أنا كنت كلها تحت أمي ويدتي وخالتي الله يرحمهم. الله يرحمهم. فكانت حزاويهم، سوالفهم، قوانينهم اللي صار ما علينا، فتخلينا منضطر ان احنا نقعد معاهم، وفي نفس الوقت طيبتهم. وتمتلئين من هالحكايات انت؟ طبعا كان قصص، يقولون لنا قصص يعني كلها من ألف ليلة وليلة، لكن حافظينها، حافظين الشعر ويلحنونه ويغنونه اذا صحيح. كان في قصيدة او شعر. صحيح. الان هل الدراما مثل ما هي مثل قبل؟ هل تتراجع الدراما نتيجة غياب الورق مثلا، نتيجة غياب الكاتب؟ نتيجة غياب وايد أشياء. أولاً يعني إذا بنتكلم عن الكويت، وزارة الإعلام شالت إيدها من كل الأعمال، ما في إنتاج، زين. ثاني شيء ندرة الكتاب، وفي المسرح نفس الشيء، كتاب ونفس الدراما الشيء. والمسرح زين. فأثر وايد على الدراما. أولاً لما تنتج برا ويكلفك العمل، يعني أكيد ودك تجمع شوية، فيصير العمل فقير. صحيح. وهذه الحمد لله الصفة مو فيني، أصرف على عمل لو كان ربحي بسيط. صحيح. لكن هني وايد أبرك لي، عرفت؟ لو أصور هني وايد أريح لي، لأن إذا بأخذ فنانين بأخذ فنيين، تذاكر، فنادق. صحيح. مصروف جيب، أكل، شرب. صح. هذا كله مكلف. صحيح. غير أجارات البيوت اللي ارتفعت. يعني لما بتأجر بيت لو غرف شقة غرفتين وصالة باليوم 100 دينار. على 5-6 مشاهد مضطر تسويها، مضطر تأخذها. نعم. فوايد أشياء أثرت على الإنتاجية. مو كل منتج يقول لك لا، أنا جمال العمل أهم عندي من الربح. لا، مو كلهم يبون يوفرون. يعني ممكن يجيب ممثل ضعيف، مخرج ضعيف، نص ضعيف، مكرر. خلاص ما صار في عمل. كثير بس يعاب على مسلسلاتنا، يقول لك دائما مسلسلاتنا فيها بكاء وحزن، الناس تطلب تبغي البهجة والسرور. الزمن
اي بهالزمن كثير مسلسلاتنا فيها حزن. بهالزمن تبي بهجه وسرور؟ كل ازمنه أي كل أزمنة. من باب التفاؤل يعني. اي خلي احنا كلنا نتفائل، لكن للاسف ننصدم انتصادم في جبال يعني، وتفتح اول ما تقعد الصبح يا زلازل يا مخدرات يا قتل يا جرائم يا 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 ماكو شيء يفتح النفس. صرنا في زمن للاسف من سيء الى أسوأ، ولا العقوق يعني في قاعدين نسمع عن عقوق وعن ام تقتل بنتها وابوه ولد يقتل ابوه، يعني وصلنا مرحله والله ما لك خلق تكتب كلمه في مفرحه، ما تقدر. في زمن احنا سيء، وللاسف ان احنا ادمنا التليفونات ما نقدر نستغني عنها. صحيح 24 ساعة التليفون معلق بيديننا يعني. أول ما يصحى من النوم الواحد، أول ما يصحى يعني. أنا حاولت أنصح المقربين مني الصغار إن خفوا عيونكم، تأثير اللي تشوفونه عليكم الأشياء السلبية عليكم. صحيح. يقول قطي أنت وكلامه صح. صحيح. قطي أنت فإحنا نتابع يا سياسة يا فالتليفون معانا يا الصراع اللي قاعد يصير خاصة بالسياسة داخل الكويت، الصراعات اللي قاعدة تصير، مضطر أول ما تصحى تفتح وتتابع. وتتابع نعم. بس ما تقدر تحج. لا عشان شي عملته بني صامت. جميل. لما تقرين الدور هل تسقطين عليه شخصية حياة الفهد الطبيعية الإنسانة، أم أنت تحاولين تمثلين نفس الدور اللي مكتوب، دور مكتوب بهالمواصفات أنت تعملين، ولا تسقطين عليه روحك؟ لا طبعا لازم أنا باتفاق مع الكاتب أقرأ النص، وإذا عجبتني الشخصية وعجبني العمل ككل مو بس الشخصية أتفق معهم إن أنا إذا باخذ تسلموني الحلقات احتمال أعدل عليها، فهل تقبلون؟ وكلهم موافقين. وتعدلين على يعني مش تعدلين عشان تعدلين عشان الشخصية تنبني بشكل كل أكبر؟ كله مو على شخصيتي بس أعدل، لأنه يصير في خطوط يعني الكتاب يكون يهدد زين، والموضوع حلو والفكرة حلوة، الحوار ضعيف أو الخطوط اللي يعملونها ضعيفة، فأحاول إني أشارك على أساس ما أوقف زين، فأنا أعطيها من روحي وأعطيها من جهدي وأعطيها من أفكاري على أعطي القصة كلها يعني. نعم. فأساهم في بناء القصة. جميل. في المسرح هل مرة مثلاً ارتجلتي حاجة شيء غير متفق عليه أو طلعت شيء شغلة مثلاً كذي ارتجال؟ وايد. وما يتفاجئون فيها الممثلين مثلاً؟ لا بلى. مرة الله يرحمه عبد الحسين ويا ابو بدر سعد فرج الله يعطيه طول العمر، لما يجيب كراتين الجناسي زين فاي يقول لي شبع فيقول لي ابو بدر يقول خمر يخ الخمر بيت امك، فيطلع الجناسي بعدين انا استانس فيلفني الف وانا قاعد على المسرح ويرفع رقبتي في بني صامت حركتين انا ما ادري شو سويتهم. عبد الحسين تفاجأ، سعد تفاجأ، وضحكه وضحني إيه ضحك. لا شيء بني صامت عجيبة، وتعمدت أني نظارة أصبغها أسود علشان يعني أتمكن من حركة العمية، خليت جزء بسيط كنور حد عشان لا أدوخ بس. أوكي هذا بالنسبة للدور. الدور زين. أستاذ حياة، المسرح لعبة جميلة يتقنها الممثل، يتقنها المخرج، يتقنها المؤلف، وخاصة احنا عندنا الآن أيضا في منطقة الخليج يمكن عند العرب كل أيضا المسرح بعد تراجع بعد سبب الورق وسبب الانتاج وسبب التجارة، مسرح تجاري صار بزنس. بزنس تجاري تجاري يقدم فرجة ويقدم ضحك وهذا أوكي نقبل فيه. لا بس مو كل ضحك مو كل ضحك في إسفاف في إسفاف يعني. في بعض الشخوص يقدمون إسفاف وهم اللي أنهوا المسرح بالكويت يعني. عندنا كم واحد ما بأذكر أسماء، لكن عندنا كم واحد فعلا قاعدين يبذلون جهد كبير علشان يرفعون المسرح، أما الباقيين فهدموه ومعروفين. صحيح. يعني حتى الجمهور يترفع عن أنه يودي النساء أو أولاده لهذه الفرقة، في فرقة بالذات هي أسوأ فرقة، وبالتالي الكلام في قلة أدب ما يبغى عيالي يشوفون هذا. حركات كلام. نعم. وصف سيء، وخاصة مع النساء اللي الخشبة. كنت تعرضين عرض مسرحي وحققت نجاح كبير، والآن راجع للبيت، شعورك وأنت راجع للبيت تصفقين لنفسك تشعرين شو قدمت؟ أنا قدمت حاجات في حرم سعادة الوزير وبني صامت. يعني كنت أرجع فعلا سعيدة طايرة من الفرح. طايرة من الفرح والله.
لأن مختلفين يعني، هذه مرت نائب وبسيطرة على رأيلها لرأيلها، وهذه أم عمية وتعرف بالألوان نعم. يعني كلش اختلاف كلي. حلو، بس المسرح لازال صار عندك حنين أنك تقدمين أيضا، لازلت تحبين أنك تطلعين في دور حلو في المسرح؟ أي والله، كان الله يرحمه أبو عدنان الله يرحمه قبل لا يسافر لندن اتفقنا وياه على أساس أنه هو كان بيروح يتعالج ويرد أوكي. فقال أنا عندي فكرة راح أجهزها وبس يركب أرجع. الدعامات إن شاء الله بيرجع ويسويها. هو رجع فعلا زين، رجع بس رجع تعبان. مو مرتاح فما بغينا نلح عليه إلي ما بعدها راح الله أخذه معنا الله يرحمه برحمه. الله يرحمه نعم. هل لازلتي عندك هذا الطموح أنك أنت تقدمين فكرة متوهجة في المسرح أو في التلفزيون؟ في التلفزيون نقول إحنا أوكي، في المسرح لازلتي صار عندك الحماس هذا ولا برد الحماس؟ لا برد. خفت لا برد. شوف الشيء إذا ما يكون قدامك وتحس فيه وتتفاعل معه ما تحسه صحيح. يعني وين المسرح اللي كان بالثلاث شهور نعرض؟ صحيح، ثلاث شهور وبروفات ثلاث شهور، بروفات ثلاث شهور، الناس تحترم المسرح. أي والله، وقراءة سوزان. قراءة طاولة، قراءة طاولة ثلاث شهور حركة، غير الموسيقى الجميلة، غير افتقدتي هالشيء، افتقدتي هاي الروح الجميلة. أي والله. وهذا الجيل الجميل جيلكم أنتم افتقد كل هاي التفاصيل. وللأسف إن إحنا كلنا يعني أنا إنسانة صريحة، كلنا جرفنا للمسرح التجاري، التجاري اللي فيه تفاهة، بعض التفاهة للأسف. أي والله للأسف كلنا ما كلنا الكل ما استثنى أحد، لكن الحلو إن الإنسان يعترف بخطأه ويلزم بريك. ما هو غياب الكبار يجعل الصغار يحاولوا يطلعون طبعا. بس عندك مشاريع مثلا بالنسبة للمسرح، الحنين هذا وحب المسرح؟ والله في، أنا ما سألتك تنهدتي. أي والله أحب المسرح. أي طبعا والله، لأن ربينا على المسرح. ربيت على المسرح والله ربينا. في فكرة عند أبو مزيان زين حسن البلام، عنده فكرة مسرح لما كنا نصور مارغريت قال لي عنها، وحلوة الفكرة، بس هو ما شاء الله عليه كان متعاقد على مسرحية دار فيها يعني الخليج، وما فضلنا يكتبها. إذا كتبت ولقيت نفسي بعدي في وكل ما طول نكبر العمر صحيح صحيح طولت عمرك إن شاء الله يسلمك. فإذا كتبها ولقيت نفسي فيها وفيني حيل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا رب، لأن هذا أيضا شيء جيد بالنسبة للجمهور أن يشوفون حياة فهد على المسرح. من زمان ما شافوك. أنا والله اللي مشتاق له، مشتاق للمسرح. أيوة والله مشتاق. في حنين للمسرح. أيوة. لأن هو اللي أسسكم. أي أيوة والله، يعني الإذاعة والتلفزيون جيدين. أنا أحترم الخشبة صحيح. يعني صدق قلت لك إحنا جرفنا لخطأين أو ثلاثة، لكن حتى الخروج عن النص ما كنت أخرج وايد عن النص وبهدوء. فكان أيام حلوة. نعم. كان نعم. إذا نتواصل معكم مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن بعده نعاود. مرة أخرى نحييكم مشاهدينا الأكارم، ومعنا الضيفة القديرة صاحبة التجربة الطويلة حياة الفهد، اسم مهم. قبل شوية أنا أقول إيش كثر بهجة شفناه من خلال مسرحيات الأستاذة حياة الفهد. تصديتي للكتابة هل من باب أنك أنت تبغين تسوين شخصية أنت تمثلينه، أو قلة الورق؟ يعني ساعات الواحد يكتب على أساس أنه يعمل عمل تكون شخصيته هي واضحة بشكل أكبر. لا لا، أنا أشوف كل كتاباتي تلقاني بالحلقة أطلع يمكن مرتين ثلاث. لا ما في أنانية هذا الممثل النجم. ما عندي أنانية. ظهوري يكون فعال، يكون مهم لو كان مرتين أو ثلاث، مشهدين أو ثلاث، لكن عمري ما فكرت أكتب علشان أكون من الصفحة للصفحة، ما يصير. أنا ما أحب كذي، وغير كذي إن لا هي حاجة مادية اللي خلتني أكتب، ولا هي يعني رغبة. أنا عندي أفكار وايد، عندي أفكار وايد وايد وايد، وأفكار مثل ما قلت لك ما تشبه بعضها. فما دام عندي القدرة إني أكتب، ليش ما أكتب؟ ليش ما أكتب؟ صحيح. فكتبت زين، كتبت والحمد لله كل اللي كتبته نجح. صحيح. وكله يحمل مواضيع محترمة، مواضيع مهمة، مواضيع إنسانية لشخصيات عاشت
معانا بالكويت صح شخصيات يعني كلها مثلا شخصية الخراز هذه مهنة شريفة عرفت؟ الفرية اللي هي مثال للحب بين الجيران أو الأهل الفرية ما فيها باب تدخل أي وقت عرفت؟ هذا دليل الأمان والوفاء والحب صحيح زين؟ وغيره وغيره يعني ف كلها شخصيات جميلة كانت قبل شوي كنا نتكلم عن المسرح ونقول أن قلة الورق أو الناس اللي تكتب للمسرح نادرين لكن أيضا بالمقابل هل المسرح بحاجة مثل ما نقول لرجال مسرح أو الناس عندهم هذا الشغف ناس يهمهم أن يصنعون مسرح فقط هو المفروض يكون ناس هدفها مثل ما تفضلت هو إنعاش المسرح الارتفاع بالمسرح للأسف وأقولها بصراحة إحنا عندنا أربع فرق زين الشعبي والكويتي والخليجي والعربي العربي شوف من كم سنة يعني أنا أذكر أني طلعت منهم بالثمانينات أو أول التسعينات يمكن لا والله أواخر الثمانينات أنا طلعت منهم والكل طلع ما شفنا إنتاج قعدة وسوالف وضحك وماكو ما في شغل إذا في مهرجان أوكي سووا لهم مسرحية المهرجان بس هذا هو المسرح وهذا ما يأسس مسرح أبداً للأسف فعدم مسرح أنا أعتبره من عدم إلا من بعض المحاولات الشبابية النظيفة صحيح نظيفة. هل أنت الآن راضي عن مشوارك الفني سواء في المسرح أو في التلفزيون أو في الإذاعة والرضا عادة يؤدي للكسل إحساسي أن قدمت وهذا التاريخ شعورك بالرضا هل أنت راضي عن تجربتك؟ لا الحمد لله أنا راضية وراضي عن كل اللي قدمته لكن الكسل موجود لأن السن له أحكام بعد صحيح وما أقدر أسوي أكثر من عمل أو عمل رمضاني ومنصة واحد يعني عملين تقريبا في السنة واحد ثمان حلقات أو عشر حلقات ما يضر يعني وكأن عمل ونص إيه عمل ونص بالضبط بس كافي كذي كافي بس أنت تجدين نفسك في المسرح أكثر من في التلفزيون ولا العكس لا 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 أنا بصراحة أجد نفسي بالتلفزيون وبالمسرح لكن الأصعب منهم كلهم هو الإذاعة إيش معنى عشان صوت الصوت لازم توضح للمستمع ان انت بالحاله اللي انت قاعد تتكلم عنها الكاركتر نعم الكاركتر اللي انت قاعد تقدم منه الله يبعد الشر مريض نعم. مينون اي شيء زين فهذا الصعب من خلال صوت انك تبين الصوره الصحيحه لهذه الشخصيه الحزن البكاء فجميل العمل بالاذاعه استمتع فيه انا وهو اللي اسسك مثل ما قلنا انت طبعاً. بديتي بالاذاعه طبعا أي. بس للاسف الحين حتى الاذاعه ما يعني تدهور الفن عامة للأسف تراجع يمكن في الوطن العربي كله والله. سواء في التلفزيون أو في المسرح أيوة. للأسف غياب القامات جعل من هالناس الصغار يكبرون في ظل وجود عدم وجودهم حب المادة للأسف اللي ضيعت في شباب كانوا حلوين ويحاولون في وايد شباب حاولوا يعملون أعمال قصيرة على المسرح حق مهرجانات وحلوة لكن ما لقوا تشجيع فبعضهم ابتعد ترك ماكو تشجيع صحيح بس احنا ما عدنا نشوف العروض المسرحية اللي فيها الفرجة ما عدنا نشوف مثلا على غرار بني صامت او حرم ساعة الوزير ما عدنا نشوف اعمال مثل هذه بلى الاستثناءات طبعا استثناءات تلقى انا اقول لك عند واحد معين عندنا في الكويت وما بيذكر اسم لكن فعلا هو مبدع بالديكور مبدع إذا مبدع ليش ما نقول اسمه يعني والله هو مبدع والله ما أنا أشوف بالنسبة لحسن البلام مسرحه بهجة هو والعونان واللي معاه فهد البناي وإيه كلهم الحملي إبداع من ناحية ثانية أوكي يعني شو أقول لك يعني كل شيء حلو كأنك داخل مسرح عالمي عرفت شلون في فرجة يعني ومقاوم الولد ماشي ايه مقاوم ماشي وإن شاء الله ما يحبط وإن شاء الله يستمر حتى حسن البلام بعد لأنه بهجة بسرح حسن البلام بهجة ما فيه غلط ولا فيه خج حياة ولا فيه بالضبط أنا أبدا وهذا المطلوب هذا المطلوب ايه تروح تغير جو تأخذ عيالك وحريمك
تضحك وياهم تستانس تطلع باحترامك. وما حد من العيال ممكن يسمع كلمة وقحة ولا شيء في المسرح؟ لا لا، مسرحهم نظيف نظيف حسن، لا يمكن يرضى تنقال كلمة غلط. أما الحملي هذا بعد أكثر. سر نجومية حياة الفهد في تلقائيته، في عفويته، في طيبته، في شو؟ كل شيء، كل شيء اللي قلته. نعم أكيد أكيد، حبة فيني الناس والحمد لله، والمحبة هذه نعمة من الله. نعمة من الله، لأن أنا أمي كانت تدعي لي الله يحبب فيش خلقه. أي والله يا سلام، يعني ليه سويت شيء رضت عليه، روح يا بنيتي الله يحبب فيش خلقه. وفي البداية ضربتش؟ ضربتني خوفا علي. أكيد خوفا علي، أكيد أكيد. بس هي اللي بعدين تراجعت، قامت شجعت. لا هي اللي تراجعت وأصرت على أخوي إنه خلاص مدام لا تموت مضربة عن الأكل. لا خل تروح تشتغل. خافت بس عليك. أنت رقيبها. خافت عليك. إيه طبعا. جميل جميل. الإذاعة عندنا إحنا مثل ما قلنا قبل شوي، الإذاعة تأسس المذيع وتأسس الممثل، وكان الله يرحمه علي المفيدي أحد الأساتذة الكبار في الإذاعة. كانوا أعتقد أتذكر هذيك الأيام كانوا يسجلون فترة الظهر من الساعة 3 أظن إلى الساعة 6 7. أيوة. أنا إني دارس هني في الكويت. أيوة. فأتذكر فترة الظهر هذه كانوا عشيون قراءة. أي قراءة. تصليح. زين. بعدين واحدة يدخلون على الأربع خمس. خمس ويطلعون. أيوة. وكان مجدي العمل يعني من ناحية مكافأة، من ناحية حضور. أيوة. أيضا حضور. أيوة. المسلسلات هذه في الإذاعة. كانت الإذاعة كانت خليط نحن وقتها. كان ما يعني ما تخلى. ما تخلى. الحين حرب داخل الإذاعة. على هذا يبي يصير كذي وهذا يبي يصير كذي وغيرة والإنتاج قليل مو مجدي مو مجدي. وآفة الفنانين والعلماء آفتهم الحسد مشكلة. إيه هذه. إيه والله. جميل. يقولون تطبخين بشكل زين، خطيرة في الطبخ، صحيح هاي المعلومة؟ صحيح. من وين يبتيها؟ هل من باب أنك أنت عندك هذا النفس في الطبخ ولا أنت تحبين تطبخين؟ هو النفس وبمساعدة أمي وأختي الله يرحمها. الله يرحمها. يعني كنت أشوفها شو تسوي أسوي مثلها. إيه لأن ساعات عادة يكون مثلاً اللي يحب يطبخ تلاقين ما شاء الله بصحته، وأنت يعني صحتك طبيعية يعني. لا لا يعني ما أحب الأكل. في ناس يكون متان. ما أحب الأكل وايد. أنا أحب الأكل الحار لكن ما أكل وايد. الفلفل. فلفل. إيه. وأحب الدسم لكن ما أكل وايد. وايد اللي قالوا لي افتحي مطبخ. زين. قلت لهم لا يمكن. لا يمكن. ما فكر فيها ما تبغين. يقال أن أيضا الممثل الأكاديمي يفقد جزء من براءته لما يمثل على المسرح، هل صحيح أن كون أكاديمي يعني يفقد براءته؟ صحيح الكلام؟ لا يمكن يشوف روحه. أي ممكن تكون عنده نظرة أن والله أنا أكاديمي أنت أقل مني مثلا، ممكن تكون كذي. يفقد بس هني هو يفقد نفسه، هو يفقد روحه أيضا. أكيد أيضا. يعني سنة من السنين كان وزارة الإعلام تصنف خريجي المعهد تعطيهم درجة أولى، كان عندنا درجات بالفن. نعم. درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. زين؟ زين. فكانت وزارة الإعلام لما يتخرج فنان يكون كومبارس متخرج. إيه متخرج. فعلى طول يعطونا نجومية. وكان أول عندنا استديوهات خاصة وايد يسجلون مسلسلات، ف يقعد مسكين بلا شغل. إذا يابت الإذاعة يابته، لأن إذا ياب منتج خاص بيحاسب على الدرجة الأولى. ظلموه. أي أنا مرة قلتها. ظلموه صح. أنا مرة قلتها ورد علي عميد المعهد. حسن يعقوب العلي ولا مين؟ إيه هذيلا مخرجين. قلت له أنا ما عندي مانع أن مخرجين والنعم، لكن لما أي يشتغل لا يشتغل على الدرجة الأولى لأن ما حد ييبه. ما حد بييبه. أبي يعتمد على الإذاعة بس. صحيح. خليك قاعد بالإذاعة ماكو شغل. صحيح. الإنتاج يعني وفرة الإنتاج كانت بالشركات الخاصة. اي صحيح. الشركات الخاصة كانت تشتغل شغل مو طبيعي. نعم. أكثر حتى من المؤسسات. إيه؟ الرسمية. وفعلا هم يعني أكثر من واحد كانوا يتعالون ليا وأساس خريج ودرجة أولى وهو ما سوى له حتى عمل واحد. عمل واحد، ما صنع له تاريخ. إيه؟ ايه. لما تيج فكرة متوهجة هل تحتفظين فيها لنفسك وتبتدين على نار هذه تشتغلين عليها؟ بالضبط. ولا تعرضين مثلا حد الأصدقاء المقربين تقولين أنا عندي الفكرة هذه وتتكلمين بصوت عالي معاهم عن الفكرة هذه؟ لا أنا أحيانا أتكلم ويا بناتي يعني أبى أشوف رد فعلهم من العمل الفكرة هذه. نعم. إذا لقيت تفاعل واهتمام حسيت أن العمل فكرة زينة يعني فأقعد عاد أطورها للأفضل. حلو. وبعدين أحتفظ فيها. أنا وايد الحين عندي أفكار على ورق وايد وايد. حلو. لأنه ما قمت أكتب للأسف، ما أقدر أكتب وأنا ما أعرف باللابتوب.
اني اكتب. ليش ما تقدرين تكتبين يعني؟ ايدي سلام كسرتي صارت ضعيفه بالكتابه. ضعيفه بالكتابه بس مع التمارين ممكن. ما في فايده ها، تخلي حد يكتب لك. طه حسين يجيب لحد يكتب لك. بس لا، خير لما انت تكتب غير صح، توقف تشطب هالحرف تزيد حرف، يعني بيب واحده قاعده ولا واحده بملون. تكتبين كنت بخط ايدك؟ كنت اكتب خط ايدي وكانت بنتي تطبع لي، لان الوحيده اللي تقرا خطي. اي لان الكاتب احيانا ساعات ورقه ويشطب مني، يحط مني كلمه فوق كلمه تحت، خاصه بخط اليد هذه، مو طباعه. زين، تذكرين من الادوار اللي انت حسيتي ان هذا الدور صعب، وحسيتي في البدايه اول شيء ترددتي او حسيتي في شوي مشكله، وبعدين شفتي ان لا بالعكس كان الدور من الادوار الجميله؟ أم هارون. أم هارون ترددت في البدايه، او بالبدايه لا بالبدايه اخذته وفرحت فيه. زين، بس اول ما نزل الخبر لقيت رده فعل من ناس جهلة للاسف، دعوه للتطبيع، ما دعوه للتطبيع وما ادري شيء، وصفوني بابشع اوصاف، يهوديه ما يهوديه. فراجعت نفسي قلت ليش عيب من نفسي الكلام، خل نص عندي ابيعه على اي حد يبي. بعدين قعدت افكر ليش اصير ضعيفه، هذا نصي، وليش اصير ضعيفه واخاف، ليش ما واجه الواقع؟ ما في تطبيع، العمل ما في اي تطبيع. صحيح، العمل يحكي عن فتره موجوده ما تقدرون تلغونها بالتاريخ. نعم، مستحيل. نعم، وبعدين نهايه العمل المسلمين واليهود الزينين طلعوا الصهاينه طردوهم، هذا العمل. صحيح، لا في دعوه، يعني في مشهد انا وعبد المحسن نمر انه يصير لي، يعني لمته وقلت له بصريح العباره انتم مغتصبين، انتم اغتصبتوا ارض ما هي ارضكم. هم نسوا هذا وانتقدوا. لا، عقب ما طلع العمل طبعا الكل سكت. اوكي، اي لان شافوا ما في شيء. صحيح، ما في شيء، بس هذا انا كرهت اللحظه اللي بغيت اتراجع فيها. انا ما احب التراجع عن شيء، ما قلت لك انا عنيده، ما احب التراجع، فلمت نفسي، بس الحمد لله اني ما اعلنت. ما اعلنها للجمهور. نعم، جميل، احنا سعداء عموما بالحوار معك. الله يسلمك استاذه حياه، والحوار معك وبروحك الجميله. هذه الروح تبين من بكى ممن تباكى، انت هذه مش مصطنعه، ما تتصنعين التلقائيه والعفويه، هذه موجوده في دمك في روحك. صح، الله يسلمك، الحمد لله. جميل، استفدتي من حكايات الجدات والخالات مثلا، استثمرتيها فنيا؟ اي طبعا. تذكرين يعني حكايه من الحكايات طورتيها انت؟ اي طورتها، اللي طورتها هي الفريه. اي الفريه كانت عن قصه صديقتين، هي نفسها تقريبا بس حزاوي، يعني واحده اخذت راي الوحده، بس هم كانوا من الصغر نفسها تقريبا. زين، بس هي اخذته، انا سويتها لا يارا عندها بنت وهم من الصغر اصدقاء، يعني ام العروسه هي اللي خانت صديقتها. ايوه، اي زوجت بنتها لريلي، انا اللي صديقتها، صديقه عمرها. نعم، وافقت على ان ريلي ضعف وحب بنتها، وابوها ما كان راضي، يعني الابو كان نظيف ما كان راضي. صحيح، فهي وافقت، تخيل صديقه العمر هي اللي توافق تطعن صديقتها. ما في صارت اقوى من الثانيه، هذا شيء يمكن يكون متعارف عليه، صديقه تخون صديقتها عادي، بس انها تطعنها بنتها هاي صعبه. صعبه، والبنت صغيره وشابه. نعم، يعني مبارك خلاص مره بالستين بالسبعين، شنو اللي بتجدد بتجدد حياتها؟ نعم، اغلب ادوارك الناس حبتك فيها، في دور من الادوار تحسين انه مثلا رحتي مره مول ولا رحتي مكان مثلا وشافك حد واحد او وحده وقال لك بانفعال، وان انت الدور هذا منفعله، واخر شيء هو تمثيل، يعني يظل تمثيل. لا والله كله القى ترحيب. كله ترحيب الحمد لله. الحمد لله، لان قلت لك يعني لما مثلت مثلت بالاول سهرات، كنا واحدة أقتل أخوي وادفنها، أي شغلة كذي مفترض يكرهونك يعني. إي هذه أنا ما حبيتها، السهرة قديمة هي، عرفت، أنا ما حبيتها، وبنت زوجي هم عذبتها في سهرات كذي، فهذي لأن صار لهم زمان طويل ما اهتميت فيهم. لكن في جرح الزمن يعتبر حديث، فلما قسيت وعملت اليتيم بقسوة وأذيته وقفت بويه ولدي، رغم هذا كله يوم انكسرت بكوا معي على الأغنية اللي لما الولد يطيح بالبقي
وينشل، وهذه الأغنية طبعا تقتل، أنا ما أقدر أسمعها. تبكين تسمعين؟ أي والله ما أبكي. هي وأغنية والخراز، مسلسل الخراز، مسلسل الخراز بعد غانم الصالح الله يرحمه، ما أقدر أشوف الخراز. لازم نتواصل معكم مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن بعده نعاود. عودة من جديد مشاهدينا الأكارم مع حياة الفهد، هذا الاسم الجميل في المسرح والسينما والتلفزيون. احنا بنسألك أسئلة، هذه نسألها لكل الضيوف. سؤال الأول، هل أنت إنسانة نهارية تحبين النور أم ليلية تحبين العتمة والهدوء؟ لا، أحب النور. تحبين النور؟ أخاف، يحوشني رعب من الليل. تخافين من الليل؟ من يصير من الظلم الدنيا إلى اليوم؟ ليل ليل كل عمري ونومي صعب. والنور والع في الغرفة ولا لا أنا والع، ما تنام في الظلمة؟ لما يأذن، إيه لما يأذن. معقول؟ إيه والله ما عندي رعب. فوبيا. فوبيا من الظلام ومن الأسانسير والأبواب اللي ما فيها شبابيك، لو غرفة ما فيها شبابيك وتسكر الباب ثانية أنبرص. أي والله صادقة صادقة. إذا أنت نهارية بامتياز. علاقتك بالرياضة، تحبين المشي مثلا، السباحة، رياضات أخرى، مارسين نوع من الرياضة؟ السباحة ما أعرف أسبح. نعم شلون أمارس؟ والرياضة لا والله ما عندي رياضة. ولا مشي مثلا؟ ما أقدر أمشي. ما تقدر تمشي، أوكي. طبعا اكيد تذهبين للسينما، للمسرح، معارض الكتب، معارض تشكيليه، تروحين اكيد؟ لا ما تروحين الحين؟ مول الحين لا. ولا سينما ولا مسرح ولا شيء. السوشيال ميديا خلق انصاف اعلاميين، طبعا لكل قاعده شواذ، في استثناءات اكيد، ومؤثرين للاسف. شو ممكن تقولين عنهم هذول؟ مؤثر قاعد ببيته، مؤثر مؤثر في شنو؟ يبيع عطر. اي بس في ناس تسمع، في ناس تشتري من عطور ويدخلون ما شاء الله بلا حسد من الجمهور. إيه العيب في الجمهور. إيه العيب في الجمهور، هو اللي أعطاهم الفرصة. حسنتي حسنتي. الصحراء والبحر، إذا أنت ما تحبين البحر، توأماني متضادان، تحبين البحر تروحين تقعدين عند البحر؟ أنا أحب البحر وما بس ما أحب البر. لا لا ما أحب البر، أنا أحب البحر أقعد أطالع تتأملين. لكن لا تحوش إيدي رمل. جسمي كله حساسية تيجي؟ لا مو حساسية، يقشعر بدني ما أدري ليش. غريبة. إيه والله حتى علشان شيء ما اطلع البر. لا يعني رمل البحر ولا اي رمل؟ اي رمل. فاروح لابسه حتى لو صيف لابسه بوت، احاول ان ايدي ما تنزل على التراب، اقعد احب اشوف البحر بس. بس بحر هذا الشاعر الكبير. اي والله. وانت نايمه تحلمين احلام ليليه؟ من الناس اللي تحلم كثير؟ اي والله كثير تحلمين. اي والله بعضها مزعج. بعضها مزعج، وبعضها ممكن كانت تكون تتحول إلى مشاريع فنية مثلاً. ما شفت مرة لا ما صارت. ما في ما صارت. طبعاً أنت تطبخين بشكل زين وأستاذة مثل ما سمعنا. أحب الأكلات اللي تفضلين، الأسماك، اللحوم، الدواجن أم الخضار؟ أنا أكل كل شيء. كل شيء. ما عندي. ما عندش أي مشكلة في الأكل. جميل. تسمعين أغاني وموسيقى؟ مو وايد. قليل. أسمع الأخبار. الأخبار. والأخبار. قاعدة بالبيت. فاتحة على قنوات الإخبارية بالسيارة نفس الشيء أو قرآن. والأخبار شوي ما بساعات تنزعجين منها لأن فيها نكد وفيها انزعج، بس خلاص تفتك أنا صار إدمان. إدمان أي أوكي. للنوم تحتاجين كم ساعة؟ 5 ساعات 7 ساعات تنامين؟ ما هو الآن قلت لك أنا ما نام قبل الفجر. أي قبل الفجر ما نام. أي بس يعني من يطر النور لو شعره أحس بأمان، ما أدري ليش. وبعدين تنامين تستغرقين. أيه 5 ساعات 7 ساعات يعني 3 4 ساعات حسب وقتي، إذا عندي بس شغل كفي. كفيش 3 ساعات 4 ساعات كفيش. إيه المهم إني ما أعيش الليل. أي أوكي. تغضبين وتنفعلين أنت أحيانا؟ أنا شوي عصبية. شوي عصبية. أنا ما أحب اللي يخلف في الوعد، ولا أحب اللي يخون، ولا أحب اللي يغدر ويكذب. وأحب المواجهة. يعني انت لما تقول حياه قالت وسوت، تعال واجهني. صحيح. ليش تسمع من الناس؟ وليش حد يتكلم من وراي؟ وليش في ناس يعني ما يقدرون على المواجهه لان عارفين نفسهم. صح. عارفين نفسهم هم خطا. صحيح. كورونا تعلمنا من الكثير، تعلمنا من الجلوس والتركيز. استفدتي؟ شو استفدتي من كورونا؟ وايد. مثل اول شيء العائله كلها موجوده، ملمومين ناكل مع بعض،
الأحفاد قاعدين لأن ما عندهم شيء. يعني أنا في البيت البنات يجوني لما يصير فك الحظر يجون كلنا نتجمع نسولف ونضحك ونلعب. لكن حفيدي اللي في البيت معي كنت كان عمره يمكن 7 سنين تسع أو عشر كنت أنزل لمستوى عشان أونسه. ما أخذ قلبك فوق؟ لا مو بس كذي يكسر خاطره. هو وحيد في البيت وحكره حكرة. يعني إحنا الكبار ملينا فما بالك فيه هو. إيه فخاصة برمضان يعني برمضان حكروا لنا حكرة عدلة صح. يعني أنا طلعت بصوت وقلت يعني واحد بيسلم على أمه وأبوه بيتفطر عندهم حرام كذي. فكنت أنزل لعمرة ألعب وياه أحاول يعني حتى النطاطية بس أركب وهزهد روحي معه. جميل جميل. أنت من الناس اللي تحبين تروي الحكاية أو تروي النكتة تحبين من هالنوع أنت؟ أحيانا مش حكايات أحب أروي بس أحيانا نكتة تخليني على المسرح مثلا أو خفة الدم مو وايد. إيه أحب لما تيمع إحنا كعائلة وصديقاتي وعيالهم تروي لهم حكايات. لا يا أروي لهم ويحبون حزاويي. كل الحزاوي اللي سمعتها من أمي أرويها لهم ومرات أسوي فيهم مقالب. ألفين مرات ألفين يمكن حكاية أنت؟ لا مقالب. مقالب فيهم من الحكاية يعني؟ لا مقالب فيهم. سوي مقالب. أخوفهم شيء. نعم. يعني كإحنا كنا ساكنين صوابر عند مقبرة. نعم. شيء مرعب. إنزين. فلما أشوفه من دمجوا بالحديث والسوالف عقب ما قلت لهم رواية. استانسة وخلي. لا وخرعتهم الرواية أهلهم حق الخرع. حق الخرع الخوف القادم. إيه. فأقول لهم عن الجن ما الجن الأشياء الجرام قتل ما قتل. بعدين أنسحب أسحب روحي بالعدالة أروح ألبس ثوب أبيض وأطلع عليه فهمتوني. بتمثلين في البيت بعدها والنساء شو نسوي يعني. صدق جميل. وقت الفراغ الآن شو تسوين في وقت فراغك إذا عندك وقت فراغ؟ والله عندي وايد والله وقت فراغ وايد ماكو ما يا تليفون يا الأخبار بس ما عندي تلفزيون. تابعين أنت تحسمين الأمور من أول شيء ولا تتريثين تنتظرين مثلا؟ لا أنا أعطي فتشة لكل واحد أعطيه يعني أسامح مرة مرتين وإنما إذا مصخها هذا؟ إيه لمصخها خلاص راح فيها؟ إيه راح فيها. جميل. هل أنت إنسانة عجولة أم بطيئة في إيقاعك في سرعتك وردود أفعالك؟ عجولة بكل شيء حتى بأكلي عجولة. أول ما نقعد أكل أول واحدة تقوم أقوم بسرعة معني ما أكل والله شيء بسيط ما يشكلك مشاكل صحيه يشكل لان ما يعني صار عندي قرحه اول شيء سبت الاكل السريع وسبت اي والفلفل يعني عوايدي بالاكل وايد غلط وكنت بالليل اكل عيش ودهون الحين لا طبعا خلاص والوجبات لازم تاكلين 3 وجبات بشكل يومي ولا لا والله انا الريوق مو وايد معاه اللي هو يفترض اهم الوجبات اي والغداء شويه والحين العشاء سلطه يا خضرة يا همبرجر مشوي مع خس وخلاص. بس همبرجر مش سلطة يعني. لا يعني سلطة أو همبرجر أشوي وحط داخل خس ألف بدل خبز. جميل. يسمونه كيتو ما يسمونه. نعم. أجمل لحظات عمرك مع من تكون؟ مع عيالي والله وأحفادي. عيالك وأحفادك. أنت تجدين نفسك أكثر أكثر حميمية تكونين معاهم. طبعاً. جميل. مشاريعك المستقبلية شو تجهزين الآن؟ في عمل لرمضان إن شاء الله إن شاء الله يا رب يكتب وفي منصة إن شاء الله إن شاء الله والمنصة تقولي لي مال 7 حلقات 8 حلقات 7 8 10 ما تزيد والعمل للمسرح ولا المسرح ما فيه لا التلفزيون خلاص أنت تقريبا مو قلت لك يعني الفكرة موجودة عند حسن البلام بس إن شاء الله هو مشغول ما في مجال حياة الفهد شكرا جزيلا لك شكرا لوجودك معنا وشكرا لحضورك العظيم في